خليه يفوز على طول صحيح. بدون ما يكون هناك تصحيح للاخطاء، بدون هناك ما يكون في مستوى فني. لهالسبب احنا نقول بالفعل كان في البدايه وحصل هناك تصادم، ولكن عادي. انا بالنسبه لي ليش؟ لاني انا ابن النادي زين، وانا ابن كره القدم اساسا اللي لي الان 45 سنه فيها ما شاء الله زين ولا لا، وما عندي مشكله مع احد. ليش؟ لاني انا اقول رايي بصراحه. لكن انت تبغاني مشجع، انا برا مشجع ايه. برا الاعلام انا مشجع لناديي ومنتخب بلدي، هذا شيء طبيعي. ولكن اذا طلعت على الهواء معناته انا لازم اقول الحقيقه عشان الناس تحترمني. صحيح صحيح. طيب هذا كان يعني نوع من التنظير المهم كنا نحتاجه كلنا، يعني على الاقل الناس تعرف اليوم ان الناقد الرياضي مش بالصراخ ومش بالاحاديث الفضفاضه البعيده عن الامور الفنية والدقيقة والفهم الكروي، والكباتن يعني هم يعني أصحاب مهنة أصحاب اللعبة يعني. أستاذي طيب، كان في نقاش قبل 3 أيام إيه؟ مع أحد اللاعبين نتناقش على برضو نفس هذا الكلام إيه؟ طرحنا أنه بعض المشجعين، أنت تو قلت لأنك ذكرتني من قلت الصراخ ليس صراخ بل نقدا زين قال، وقلت له يعني الكلام لما يكون مرتب وأنا أستمع للشخص ما يكون يعني يفيدني صح. قال الجمهور لا بعض الجمهور لا يريد هذا الكلام المصفف الرائع جدا، يريد صراخ وهوشه واختلاف فترة ليستمتع فترة هذه فترة. بكل اسف هناك البعض بالصراخ بضاعه وصل يعني وصار مطلوب. طيب